أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا في كريولات، مكان مملوء بالطاقة الإيجابية، كل زاوية منه فيها فرح وسرور. وإحنا اليوم في ضيافة مؤسسة هذا المشروع الجميل، مؤسسة شوكليت أنكو، السيدة أمينة أبو بكر جناحي. سلام عليكم أم عثمان. عليكم السلام، أهلا وسهلا بيك أخت أفنان. وإحنا نتشرف بوجودك معنا. الله يسلمك، الشرف لي، وشكرا على الاستضافة، وشكرا على هذا المشروع الرائع اللي تفتخر فيه البحرين كلها. ومعانا كذلك الأخت فاطمة عقيل جناحي. يا هلا، أهلين. شلونك مريان؟ الله يسلمك فاطمة. أنت ابنة الأخت أمينة، وأنت كذلك اشتغلتي في ذي المشروع، وكنتي مثل ما قلت فتحت عيونك من يوم أنت كنتي طفلة، وهذا المشروع كذلك يتفتح وياك سنة عن سنة ويكبر اللي ما شفتي الحين ما شاء الله في هذه المرحلة، وأنت حاليا ماسكة أي مسؤولية في المشروع؟ في التطوير، إدارة التطوير. وهذه طبعا مع الجيل الجديد والأفكار الجديدة، نحقق الاستدامة والتطوير دائما. نتمنى لك كل التوفيق، وشكرا على وقفتك ويا الوالدة ويا الأهل، فإن أنت تواصلين مسيرة الأهل ومسيرتهم في نجاحهم، وفي النجاح دي ينتقل من جيل إلى جيل. دراستك شنو هي أم ريان؟ أنا دارسة Banking and Finance من جامعة البحرين، تخرجت في 2004. نعم. وبعدين اشتغلت في السي بي بي، سنترال بانك اوف بحرين، بس دائما مصرف البحرين المركزي، بس دائما مثل ما تقولين الشغف هو اللي سحبك، فهو اللي رجعني حق المصنع مره ثانيه. وفعلا انت يعني اثريتي المصنع بافكارك وتحققين الاستدامه كذلك. لكن خلينا نرجع الحين للبدايات. ام عثمان، حدثيني عن البدايات، انت دراستك شنو؟ قولي لنا اول شيء. انا تخرجت من معهد العالي للمعلمات سنه 1971. اي نعم. في اي مجال؟ في فنون الجميله. اوكي، ما شاء الله اشوف الفنون الجميله كل مكان قدامي، حتى عيالك الله يحفظهم هم فنون جميله، الله يوفقهم ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. والحمد لله اشتغلت في سلك التعليم من 71 لوصلت ل 2006. نعم. وتدرج مسيرة طويلة. إيه نعم. مدارس كثيرة، مدارس ابتدائية وثانوية، ليه تخرجت وأنا مديرة مساعدة. إيه نعم. تلقيت إلى مديرة مساعدة. إيه نعم. إيه نعم. في الإدارة يعني اشتغلت. إيه نعم. وبعدين تقاعدت. تقاعد اختياري مبكر. اختياري مبكر. اي نعم. بس يعني انت قضيتي يمكن 35 سنه. نعم. يسمونه هو تقاعد مبكر، بس احنا يعني تقاعد 35 مبكر. نعم. نعم. والحمد لله يعني عقب ركزت على شغلي اللي كنت باديتها من قبل. فكان في نفس الوقت اللي كنتي في مسيره التعليم ولما وصلتي اداريه في التعليم بديتي مشروعك. وين جت الفكره؟ من شلون بدت الفكره؟ البدايات، اول البدايات. والله أول البدايات سنة 1989. أنا ابتديت في البيت. إيه نعم. كنت دائماً أسوي شغلات وحق الصديقات وذي حلويات وهدايا وذي، فالكل شجعني ليش ما تبتدين بدل ما نطلب منك الحلويات ونحس بالحرج. بالحرج. فليش ما تسوين هالشغلة وتبيعين إياها؟ بس أول طلبية سويتيه حق من؟ أول طلبية والله كنت أنا أفكر فيها، وكنت قاعدة مع الوالدة والإخوان والخوات، وكان ابن أختي خالد قاعد معي. خالد جناحي، وجه له تحية. ايه خالد. ايه نعم. قال لي ليش ما خالتي بدي؟ بالعكس هاي مشروع زين، وهو من النوع اللي يحب هو يعني تطوير رائد عمل بطبيعته. ايه نعم. فليش ما تبدين؟ وأنا أول زبون باخذ من عندك. هي اللي صارت البركة على يدي. البركة على يدي. ما شاء الله ما شاء الله. طبعاً يوم ثاني كانت. كم كان الأوردر تذكري؟ إيه قال لي هاش خالتي 5 دينار. إيه بس هاد 5 دينار ذاك الوقت. 5 دينار هذه خليهم عندك وسوي لي صحن. نفس الوقت كانوا يوم ثاني بيزوروني مجموعة من المدرسات. إيه نعم. ومجموعة من الأهل بعد. وسويت وقلت خلي بدي وانا قاعده ارضى عليهم. اي نعم. فسويت الحلويات وعرضت على الجماعه. إيه؟ والله يرحمها ام عبد اللطيف العوجان. اي نعم. كانت اكبر داعم لي في ذيك الايام. اي نعم. الله يرحمها. وايد شجعتني. اي نعم. إيه نعم. لان كنت انا صراحه اخت افنان كنت من قبل فتره كانت صايدتنا ظروف مادية صعبة. اي نعم. وكان صدق هو التدريس وهذه، بس كنت أبغى أضيف
موارد أكبر. فهي كانت عارفة بقصتي. إيه نعم. فهي ساندتني قالت أنا بحضر وياك بقعد أعرف ال. إيه نعم. الله يرحمها. الله يرحمها. إيه نعم. وقالت لهم خلاص ترى أمينة بتبدي واللي يحب. ما طلعوا المجموعة اللي قاعدين لا كلهم مسوين طلبات. ما شاء الله. أنا كنت بادية في طلب الحلويات حلويات غريبة. يعني تزاوج تزاوج بين المطابخ. إيه نعم. إيه نعم. فالكل الكل طلع ومسوي طلبيته في نفس اليوم. إنزين بسألك أم ريان، أنت من ناحيتك تتذكرين هاي الأيام ولا ما لحقتي عليها؟ لا أتذكر، كنت 7 سنين يوم الوالدة بدأت، وكنا دائما يعني نحب ندخل المطبخ ونشوفها وهي تسوي الحلويات، وساعات نحط كنا يدنا وياها نساعدها في الصف. اي نعم. تعلمنا حتى يوم عقب فتحت المحل في الرفاع كنا نروح نوقف، مثلا حازم اخوي كان يروح في فترات احنا مثلا الصيف نبي نسافر. اي نعم. والمحل ما ينترك لانه ما كان عندنا بعد الا شخص موظف واحد في المحل. اي نعم. فحازم كان هو اللي يتم في المحل ويتابع امور المحل واحنا ما حد يعني. ونوجه له تحيه بعد الاخ حازم، هو طبعا الحين في مركز مهم تخصصه كله رياده الاعمال انتربرينورشيب. اي نعم. وطبعا هو ورا فكره ان احنا نطور من البيت، يعني عقب يمكن الوالده تقول لك بعد. اي نعم. ان من البيت ان احنا صرنا حين المصنع، يعني كانت الفكره هو اللي كان يعني هي واز بوشينج فور ات. اي نعم. فهي مو مجرد فكره رائد عمل، هو وراه فريق كامل كل في اختصاصه وكل ساهم من خبره الطبخ والابداع في الطبخ. لان قلتي لي الله يسلمك ام عثمان 9 ساعات في الليل ها تيجي الفكره، قولي لي هاي وايد قصه حلوه. اي طبعا عقب 10 ايام من بديت مشروع الحلاوة. اي نعم. ويا الجمعة اتصلت فيني الاخ دلال الشروقي. اي نعم. وكان افتتاح نوجه تحية حق ام ابراهيم. اي نعم. وكان افتتاح المتحف الوطني البحرين الوطني. اي نعم. قالت تقدرين تغطين الضيافة؟ قلت لها اي ان شاء الله. الله يرحمه المرحوم نبيل قنبر. نبيل قنبر. اي نعم. كان قصة هو رئيس المراسم. إيه نعم. فسويت الكميات كبيرة حتى الجيران والخوات الكل، أنا كانت الكميات أكثر من 300 كيلو. إيه نعم. فالكل كان يساعدنا. الكل تعاون. والأخت عفاف الموسوي. إيه نعم. الله يذكرها بالخير جارتي. الكل يعني الكل يساعدني علشان تنجح لهذه. والحمد لله الحمد لله واشتهرت أكثر وأكثر ما شاء الله. فكان هدي نقطة تحول. إيه نعم. فصار عندك ثقة في نفسك. إيه حسيتي واشتهرت. إيه نعم. وايد على مستوى البحرين على الأسرة المالكة. إيه نعم. وبعد أوجه الشكري والتقديري الكبير حق الأميرة سبيكة. إيه لأن نعم. هي أول داعم وأول مشجع. وايد شجعت. طبعا صاحبة السمو الأميرة. تدعم سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة مجلس الأعلى. المرأة مواقفها يعني في كل موقف من تمكين المرأة. فحتى طبعاً. قبل المجلس الأعلى للمرأة لمساتها ووقفتها ويا كل امرأة بحرينية. أي. واضحة وبصماتها والحمد لله على جميع الأجيال. الحمد لله. الحمد لله. وهذه إحنا نعمة إن إحنا عندنا يعني قيادة وبرامج في الدولة اللي تشجعنا وتعطينا. أي. البيئة الحاضنة الحمد اللي لله. نقدر إبداعاتنا كبحرينيين نستفيد منها ونطورها وننطلق منها للعالمية إن شاء الله. وقت اللي كنت في التدريس اللي من الثمانينات هذه كان على هذه على مطبخ صغير في البيت. أي نعم. كان هذه الإنتاج. أي نعم. وعقب فترة شفت إن المطبخ ما يكفي. ما يسافي. في أثناء اللي كان عندي مطبخ فتحت محلات. نعم. نعم. فتحت محل في الرفاع. نعم. أول محل في الرفاع هني بعد اشتهرت أكثر وأكثر. أي نعم. فعقب بعد شفت المطبخ الصغير ما يكفي فقمت قررنا أنا وزوجي إن نفتح معمل. نعم. معمل خارجي ويبنى كم واحد إضافة إن يساعدونا. زين والتمويل شلون يهني؟ التمويل طبعاً في افتتاح المعمل. أي نعم. ما قصروا بنك التنمية. نعم. كانوا وايد مساندين لنا. أي نعم. ودعمونا وايد في شراء المعدات تجهيز المعمل. أي نعم. وحصلتوا رخص عمل على رخصة المعمل. حصلنا. كنت أنا من كان يدربهم اللي يبتوهم الموظفين؟ لأن أنت عندك. ايه. الله يسلمك وصفاتك الخاصة. أي نعم. فكنت أنا من الصبح في التدريس. أي نعم. ومع بعد التدريس
بمساعدة زوجي، يعني الحمد لله نوجه له تحية بعثمان. زوجي وايد له دور كبير. اي نعم. يعني زوجي والعيال. اي نعم. طبعا كنت انا ادرب الموظفين اللي في المعمل واروح اكون على طول معاهم. نعم. صار كم فرع عندكم تالي من بعد؟ صار 4 فروع. زين، اضفتوا الشوكولاته في اي مرحله؟ اي بعدين احنا كنا نجيب الشوكولاته حق لان المحلات ما كانت تكفيه الانتاج المحلي اللي احنا نسويه في الهذية. نعم. بلا اضافه. اي نعم. ذاك الوقت ما في محلات كثيره في الشوكولاته والاشياء، فقلنا احنا بنضيف الشوكولاته. كنا نجيب الشوكولاته من السعوديه. اي نعم. ونروح بالسيارة أنا وزوجي ونحمل الشوكولا من مكة المكرمة. أي نعم. هناك المصنع ونجيب الشوكولا حق المحلات. أي نعم. محلاتنا يعني. أي نعم. هل كنتوا تجيبونه جاهز ولا تجيبون ألواح وتسوون منها؟ كنا نجيبه جاهز. نعم. من مصنع. أي نعم. جاهز. أي نعم. عقب كم سنة شفنا إن إحنا تمينا يعني الحمد لله زادت المبيعات وزاد الإنتاج يعني في المعمل. هني في سنة 2006 ارتئينا ان لازم احنا ما شاء الله عليه يعني ابني حازم. نعم. والعيال كلهم. اي نعم. قال لازم نسوي مصنع شوكليت، ما نبي نعتمد على السعوديه ونجيب وتعب وذي، فليش احنا ما نسوي المصنع؟ جبنا ناس معانا يعني مختصين عشان من خارج البحرين. خارج البحرين انا. إيه؟ في نفس الوقت تقاعدت. اي نعم. عشان التفت حق العمل اكثر. نعم. وخذينا الأرض. شلون حصلت؟ اول خذينا ارض اجرنا في الرفاع. اي نعم. في الرفاع سويناه كمعمل. اي نعم. مصنع صغير. اي نعم. واشتغلنا والله شفنا له الانتاج زاد. زين، هل استعنتوا باي من برامج الدوله في ذاك الوقت؟ طبعا هذا التمكين. اي نعم. من التمكين والبنك التنميه. اوكي. حق دعم المعدات. دعم المعدات. إيه؟ والهذه والاجهزه وبعدين أعطونا أرض في المنطقة الصناعية ما قصروا اللي هما مجلس التنمية. مجلس التنمية. أي نعم. هاي المصنع صار كبير ويحتاج له رأس مال قوي. صح. فهني إحنا والعيال عطينا 55% والبقية يبني شركاء من السعودية ومن البحرين. وبهالطريقة قدرتوا تنقلون نقلة نوعية من. إيه؟ العمل في المنزل إلى المعمل. إيه؟ إلى حين صرتوا مصنع كامل. شو رأيكم نطلع فاصل ونرجع نواصل هالقصة الشيقة؟ أعزائي لا يفوتكم عقب الفاصل نواصل قصة النجاح البحرينية مع شوكولات أنكو أنكرولات. كونوا معنا. أعزائي المشاهدين، والحين احنا جاهزين نواصل مسيرتنا مع شوكولات أنكو مع الأخت أمينة أبو بكر جناحي ومع ابنتها فاطمة عقيل جناحي. أم عثمان، عندك وصفة اشتهرت بيها مو بس في البحرين، على مستوى الخليج كله، وإن شاء الله تاخذك للعالمية. شنو هي الوصفة؟ الرنجينة. الرنجينة. الرنجينة طبعاً وصفة معروفة في البحرين من زمان، لكن أنت سويتي عليها تغيير، سويتي شيء غير. قولي لي شلون كانت قصتك ويا الرنجينة؟ الرنجينة هي أكلة قديمة من زمان. نعم. كانوا يحطون التمر أو الرطب. أي نعم. ويسوون عليه طحين، وهذه هي التقليدية. أي نعم. بس أنا طورتها بطريقة، سويتها نوع الطبقات بالتمر مو بالرطب. أي نعم. والظل. أي نعم. فتحتفظ مدة طويلة ممكن تحتفظ فيه. نعم. وكنت وايد ألاقي صعوبة في تصنيع هاي الرنجينة. نعم. يعني تاخذ مثلا 5 كيلو. ايه؟ لأسوي في الجدر، وذي ياخذ لي بالساعات، لان هي يبيلها صبر. يبيلها صبر. الواحد يحرك الطحين. ايه؟ في الزبد او في الدهن الحلواني على نار هادية، ويكون دائما دائما يحركه عشان هني المهارة. ايه؟ يعني في ناس يحرقونها. ايه؟ ويصير طعمها. صح. محروق مبخر. ايه؟ مبخر يعني ما يصلح. ايه؟ لازم تكون متماسكة مثل ما قلتي على نار هادئة وذي. ايه؟ نعم. ولازم يبيلها على طول. اي ولا تكتل. ولا تكتل. اي نعم. فلقيت وايد صعوبة يعني، وطلب عليها كثير والإنتاج قليل. اي نعم. ففكرت وانا رايحه، كنت اروح ذيك الايام سوريا، جاتني فكره. ليش انا يوم شفت استوحيت هاي الفكره من البزوريه، يوم شفت
تحريك المكسرات وشلون يحمصونها وشلون هذه. فياتني هالفكره، قلت انا لازم اروح الورش واقعد معاهم اودي لهم المواد اللي اصنع فيها واشوف يمكن يقدرون يسوون. نعم نعم، وما شاء الله عليهم السوريين مبدعين، مبدعين حتى يعني مو بس مو بس البقلاوه والمكسرات، حتى في البوظه والاشياء الثانيه كلها سووا مكاين مكننا والعمل التقليدي ذي. فرحت مع زوجي. اي نعم، والحمد لله انا زوجي مساعفني. اي نعم الله يعطيه الصحه. رحنا الورش ودخلنا في قراهم. أي نعم. ورحنا الورش ووديت لهم السمنه. أي. والطحين. أي نعم. والتمر. قلت لهم انا ابي هاي الشيء، وديت لهم نماذج صغيرة، عينات صغيرة من رنجينة. وطبعاً قعدت معاهم لمدة أسبوع وأنا أروح ورايحة وجاية وهم يساوون عشان نضبط طريقة دوران الرنجينة. أي نعم. شلون تصير؟ أي نعم. والحمد لله عمل لنا جهاز ويبنى البحرين في سنة 93، وهاي الجهاز لا زال يشتغل للسنة الماضية وللحين يشتغل. أي. بس الحين سوينا جهاز أكبر. أي نعم. في لبنان وحق يشيل كميات أكبر، عقب ما جينا المصنع وطورنا دخلنا الحلويات ويا الشوكولاتة. أي نعم. سوينا جهاز كبير. أم عثمان لازم تسجلين براءة اختراع. أي والله، يلا أنتي يعني مكننتي شيء قديم كان ياخذ جهد وتعب وسويتيه بطريقة أنه ممكن يكون في مصنع ويعطيك إنتاج. فأنا أتمنى أن أشوف براءة الاختراع دي مسجلة من عندك كإبداع بحريني. إن شاء الله يسلمك. الله يسلمك. إن شاء الله. فهذه كانت قصة الرنجينة. إيش رأيك الحين تراوينا في المصنع شلون تسوونها اليوم؟ وطبعا انت دربتي الشباب هنا. طبعا هي العمليه. اي نعم، انت قلتي لي تتكون من التمر، من طحين. اي نعم، الطحين تستخدمون اعتقد الطحين الاسمر، الطحين اللي مال جميع الاستعمالات العادي. اي نعم، الابيض بدون خميره. اي نعم الطحين والتمر، عجينه التمر. اي نعم طبعا، يعني التمر كله قوة، في الحديد وفي الفوسفور وهو مفيد وشيء طبيعي، وحتى حق أول كانت الناس عايشة على التمر. أي. هذه عيشتهم حياتهم كلها من التمر، وكل شيء لي من النخلة ما في شيء ينقاف، من السعف إلى حتى الطعام يستعملونه حق التنور. طحين وعجينة التمر، سكر. أي نعم. وسمنة. أي نعم. سمن حيواني. أي نعم. وهيل. أي نعم. وشوية دارسين، وبعدين نخلطهم مع بعض ويتم ينخلط، يبي له يعني إذا باليد يبي له فترة طويلة. أي نعم. إيه؟ وبعدين نصفه في صينية، نحط إيه؟ ورق مشمع. إيه نعم. وتبسطينه في الصينية. في الصينية. إيه نعم. بعدين نحط طبقة الرنجينة. إيه نعم. عقب ما تستوي اللي هي الطحين قصدي. إيه؟ وبعدين نسوي شرايح التمر. إيه؟ نحطها في الوسط. إيه نعم. ونرد نحط طبقة رنجينة من فوق. إيه نعم. الطحين من إيه نعم. فوق. ونحط عليه ورق مشمع. اي نعم. ما اللي شمع وندخله في الفريزر. اي نعم، حتى يتماسك. اي يتماسك. إيه؟ يبي له على الاقل اسبوع من كذي. هذه ما شاء الله. هذه الرنجينه لو تم 6 شهور 8 شهور في الفريزر ما تتغير. اي نعم. اي نعم. هذه إيه؟ يعني مده انت عمرها طويل. اي نعم. بعدين نطالعه ونقصصه، كل ما تمت في الفريزر تتماسك اكثر. اي فيصير القص ارتب واسهل. تتزين بالفستق او إيه نعم. اي شيء تبين، فستق او لوز او اي شيء اللي إيه نعم. اللي يحبونه. لكن ام عثمان الابداع ما وقف لي هني، صح؟ صح. اعزائي كونوا معنا بعد الفاصل، بنراويكم تطوير الرنجينه الى مرحله اخرى واطلاقها للعالميه، لا يفوتكم. أعزائي المشاهدين، الحين وصلنا إلى الرنجينة المطورة، نروح حق أم ريان، هي مديرة التطوير وبتقول لنا شلون طورتي الوصفة من وصفة الوالدة الأصلية إلى وضعها الحين. طبعاً الوالدة الخير والبركة وصفتها ما شاء الله للحين هي التوب يعني. أي نعم. بس عقب ما دخلنا احنا ودخلنا مصنع مزيج في مصنع الشوكولات، ارتئينا ان احنا نسوي اشكال جديده ونوجهها للعالميه، لان الحين احنا صرنا مو بس بالبحرين. إيه نعم. صرنا نصدر بعد الرنجينه. اي نعم. فمزاجنا من الاسم مزيج، مزاجنا ثقافات ثانيه في الرنجينه نفسها. إيه صار تزاوج بين الحضارات. بالضبط. إيه نعم. فصار عندنا الرنجينه هذه اللي تقدرين تشوفينها على الورد والفستق. إيه نعم. طبقه منها بتكون دولتشي، الدولتشي الايطالي. اي نعم. فبنكهه كراميل. عقب سويناهم بعد مثل الترافلز حق تعرفين حق المناسبات، حق التقديم.
كيوت حلو أي شكله نعم. يقدمونه اي نعم. فقمنا سوينا اشكال ثانيه حتى الحشوات غير تمينا على الرنجينه بس بدون حشوه تمر أي نعم. سوينا حشوات الورد حشوات الزعفران لوتس. ولو احد ياكم يبي شيء محدد تقدرون تسوون له طبعا نطورون له شيء ذوق محدد. احنا المصنع يعني ما في حدود حق التطوير فيه أيه. كل يوم نجيب ريسيبيز جديد نجيب افكار جديده دخلنا الزعتر في الحلاوه أيه. فدائما في اشياء. وانتم عندكم بعد لون الحلو والمالح حق أيه التقديم أيه اللي نعم. هو تقدمون يعني حق التقديم شيء له حلو وله مالح أيه شيء كذي أيه. أيه نعم. سولت أيه. وسويت يكون أيه في نفس الوقت أيه نعم. ما شاء الله شيء جدا روعه. ايش رايك ام عثمان الاولي احلى ولا الجديد احلى؟ والله كله حلو بس طبعا بس الجديد يبقى الاصل. انا اقول الاصل يبقى الاصل. انا لازم اشهد حق بنتي واقول الجديد احلى. الاثنين حلوين. الحمد لله. اعزائي المشاهدين وصلنا لختام الحلقه. الحقيقه وايد كانت حلقه حلوه وحلو ان نشوف تطور الاشياء من البدايات الى الحين الى الانطلاق. ان شاء الله دائما نتمنى لكم التوفيق واحنا الحين بنستمتع طبعا بهالرنجينه اللذيذه. ولا تفوتكم الحلقه القادمه نواصل فيها مشوار شوكليت انكو وكريليت. وش رايكم الحين نودع الجمهور؟ مع السلامه ونشوفكم في الحلقه القادمه. مع السلامه.